صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجو عندكم احسن من عندنا. احنا من امبارح عندنا رعد وبرق ومطر، بس انا ما بزعلش لان المطر معناه ان الكرة الارضية بتلف وبتدور والزرع هيخضر وهيبقى حلو وكل حاجة هتبقى جميلة. مش مشكلة نتحبس لنا يوم ولا حاجة في البيت، مجراش حاجة. بس مش هو ده اللي انا عايزه اكلمكم عنه النهارده. النهارده عاوزه اكلمكم عن بعض الاستراتيجيات اللي نعملها عشان نزود قوه تاثيرنا. قوه تاثيرنا سواء في العمل او سواء في الحياه. كلنا يمكن انا اتكلمت قبل كده عن مفهوم دايره التاثير. كلنا كل واحد فينا، كل واحده فينا عباره عن مركز ثلاث دوائر. الدايرة الأولانية بتمثل المحيط اللي أنا تأثيري أكبر عليه. جوه الدايرة دي في الناس اللي أنا أقدر أأثر عليهم. في الدايرة اللي بعدها اللي تأثيري يمكن يكون مش مباشر شوية. الدايرة اللي بعدها الأخيرة خالص هي اللي تأثيري ضعيف جدا جدا عليها. ومش معنى إن في موقف معين او اشخاص معينين بيقعوا في الدايرة الاولانية دي ان انا اقدر اثر عليهم. هم نظريا في نطاق تأثيري، لكن فعليا لو انا ما عنديش قوة التأثير مش هأثر عليهم. طيب نعمل ايه؟ بنبقى في مواقف في الشغل عايزين يبقى لينا دور، عايزين يبقى لينا تأثير، عايزين لما يبقى في مدخلات معينة احنا بنقولها تتاخد بعين الاعتبار، عايزين كلمتنا تبقى مسموعة. نفس الحكاية في البيت، نفس الحكاية في محيط الأسرة، الأصحاب، الجيران، كل التجمعات الاجتماعية اللي احنا جزء منها. كل واحد فينا وكل واحدة فينا نفسها أو نفسه يكون له قوة تأثير. النهاردة هتكلم معاكم على إزاي بقى نزود قوة تأثيرنا. أول نقطة إن احنا نعرف نفسنا. ويمكن الكلمة دي كلاشيهية وبتتكرر كتير، لأننا ما بنعرفش ليه وعشان إيه وإزاي. لما اعرف نفسي هعرف ايه اللي بأجيده، ايه نقاط القوة بتاعتي، ايه المواهب اللي عندي، ايه القدرات اللي عندي. لما اعرف نفسي كمان هعرف نقاط الضعف، هعرف اللي ما بحبش اعمله، هعرف المواقف اللي بتأذيني نفسيا اللي ما بحبهاش، هعرف ايه المواقف اللي ممكن استخدم الموهبة دي او القدرة دي فيها، وايه المواقف اللي ارجع واخد خطوة وما اتكلمش. طب ازاي نعرف نفسنا؟ نعرف نفسنا ان احنا نلاحظ انفسنا. احنا بنقضي وقت كبير قوي وبنبذل مجهود كبير قوي في ملاحظة الاخرين. كانت سيدة فاضلة جميلة جدا جدا بحبها وكان لها تأثير كبير قوي قوي على حياتي، بتقولي حنان كانوا جاراتي عارفين فساتيني فستان فستان. ولها يا قالت لي لان انا كنت شيك جدا وكان جوزها يعني شغله حاجة كبيرة وليهم برستيج وليهم وضع، فكان بياخدها عند الترزية زمان بقى، الترزي الحريمي اللي هو شاطر جدا جدا وكان بيفصل لكل علية القوم، فكان بيعمل لها حاجات جميلة جدا جدا، فكان لبسها وشكلها وطريقتها وهيئتها مميزين وسط اللي حواليها. فكانت الجارات دول يقعدوا يحسبوا الفساتين اللي عندها والحاجات اللي عندها. انا بفكر ان لو كل جارة من الجارات دول كانت ركزت على نفسها كانت استفادت اكتر واكتر. فاحنا بنبذل مجهود كبير قوي وبنقضي وقت في ان احنا نبص لفلانة او فلان ونشوف اللي عندهم ايه،
بيتكلموا ازاي، بيعملوا ايه، لكن ما بنبصش لنفسنا. ولو بصينا لنفسنا بنبص لنفسنا بحسرة، ما بنشوفش غير اللي ناقصنا وبس، غير اللي مش عندنا وبس. فمن النهاردة ناخد قرار كده بينا وبين نفسنا، ان انا كل يوم هستكشف نفسي، هعرف ايه الكويس اللي عندي، هعرف ايه نقاط القوة اللي عندي، هعرف ايه المواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالي، هعرف ايه قدراتي الطبيعية، هعرف ايه اللي بحب اعمله. والكلام ده يسري في الحياة العامة او في الشغل. في الشغل كمان هعرف ايه اللي انا شاطرة فيه. احنا بنتخرج من الجامعة او من اي شهادة احنا واخدينها، ويعني ودارسين كذا مادة، ودايما نقول ايه ده، هما مدينا المواد دي ليه، ما انا مش هستخدمها. انت مش مفروض تستخدم كل المواد دي، انت مش مفروض تستخدمي كل اللي درستيه، ولكن تستخدمي حاجات معينة اللي اقرب صلة للشغل اللي هتشتغليه، او للمجال اللي عايزة تنجحي فيه، او تزودي وضعك فيه. فنشوف كده، يا ترى ايه مواهبي، يا ترى ايه اللي بعرف اعمله. مش مهم جارتي بشاطرة في الحلويات، انا مش شاطرة في الحلويات، اركز على حاجة تانية. زميلتي كان حمايا الله يرحمه بيقول لي، بسأله، هو كان في المراجعة او التدقيق المحاسبي، فبقول له شمعنا المجال ده بالذات، يعني كتير قوي بيتخرجوا محاسبين، بس قال لي انا كان عندي قدرة غريبة اني لما اشوف ارقام اكتشف الخطأ. ولاحظ القدرة دي في نفسه من بداية عمله، فابتدى يزق نفسه ويتطوع للحاجات اللي فيها مراجعة حسابية واللي فيها مراجعة تدقيق. ولما اخد شهادات عشان يزود بقى قدراته ويعلي نفسه في شغله، كان برضو بيركز على الحاجات دي، لغاية ما اترقى وبقى مدير مراجعة ومدير تدقيق مالي والكلام ده كله. فلو انت في الشغل، هاتي كده التوصيف الوظيفي بتاعك واقري اللي مطلوب منك، وشوفي انت قدراتك فين ومواهبك فين، واحسن حاجة بتعرفي تعمليها ايه، وتطوعي في الحاجات دي. لو انت في محيط الاسرة بتاعتك، شوفي ايه اللي انت ناجحه فيه، ايه اللي تقدري تعمليه كويس. مثلا هتقولي والله انا ما بعرفش اتكلم مثلا مع ابني، نفسي اعرف اتكلم مع ابني. جربي كده، جربي النهارده موضوع ما ينفعش، جربي موضوع تاني ما ينفعش، جربي موضوع تالت. يمكن بالاستكشاف ده لنفسك وليه تقدروا تلاقوا أرضية مشتركة، ودي نقطة من النقاط اللي هتكلم عليها بعد كده. النقطة اللي بعد كده هي ان يكون ليكي مبادئ وقيم. برضو تاني الكلام ده بنقول عليه ان هو كلاشيهات. يا عم هو في حد عنده مبادئ وبينجح؟ على فكرة المبادئ مش معناها حاجات إيجابية فقط. الشخص اللي لا يتورع انه ياخد حاجة مش بتاعته، ده عنده مبدأ بس سلبي، بس وحش، مبدأ قميء انه ممكن يستحل لنفسه ياخد حاجة مش بتاعته. فاقعدي كده بينك وبين نفسك وحددي ايه القيم المهمة قوي في حياتي، ايه الاساسيات اللي ابني عليها حياتي. لو انا بركز على حياتي العملية، ايه الاساسيات اللي ابني عليها حياتي العملية؟ لو انا بركز على حياتي الاسرية، ايه اساسيات حياتي الاسرية؟ وهم دول، انا مثلا من ضمن الحاجات ان يعني هي صدفة، يعني مش صدفة، لا اكيد انا يعني ما بؤمنش قوي بالصدفة، انا ببقى عارفة ان كل حاجة مترتبة، لكن هي موضوع الحلقة. اهم قيمة في حياتي يقولك بيتي اهم حاجة عندي، اسرتي اهم حاجة عندي. جميل، حلو حلو. انا بقى اهم حاجة عندي ان يكون لي تأثير، يكون لي تأثير ايجابي وبصمة ايجابية في كل حاجة بعملها في حياتي. لو بتعامل مع اولادي يكون لي تأثير ايجابي عليهم، ده انا حنان عواد.
هو ده، هي دي قيمي، هي دي أسمى قيمة عندي في حياتي. لو بتعامل مع جوزي يكون لي تأثير كويس عليه، لو بتعامل في محيط الأصدقاء يكون تأثيري على أصدقائي برضو كويس، لو أنا في وسط جيراني ومع البورد وبتكلم معاهم اللي هو مجلس إدارة المكان، العمارة أو اتحاد الملاك زي ما بنقول عندنا في مصر، يكون ليا برضو تأثير كويس، إن أنا أشجع حاجة كويسة أو أديهم فكرة لحاجة كويسة. لو أنا في شغل، لو أنا مع عميل، يكون تعاملي مع هذا العميل أحدث فرق في شغله، في حياته، في عملياته، في ربحيته، في كل الحاجات دي. فأنا حددت كده لنفسي إن أسمى قيمة في حياتي هي التأثير اللي أنا بعمله وإنه يكون إيجابي. دي هتبقى عاملة زي البوصلة. انتي شوفي ايه اهم حاجة عندك. في ناس مثلا اهم حاجة عندها الاستقرار، انه يحس جواه انه مستقر. ومستقر بمعنى ايه؟ ان انا بشتغل وظيفة كويسة، وظيفة ثابتة. واحد يقول لا يا عم انا الوظيفة دي مش ليا، انا بحب كده ابقى حر نفسي، انا اشتغل في مشروع، انا اعمل مشروع، انا ابتدي شركتي، الكلام ده. في ناس تانية مثلا يقول لك انا اسرتي اهم حاجة في حياتي، بيتي وأسرتي وأولادي، ومن ساعة ما بصحى من النوم الصبح وأنا تفكيري كله في أولادي. شخص تاني يقول أنا الترقية، الترقية هي أهم حاجة عندي. واحد تاني أنا الفلوس، الفلوس أهم حاجة عندي. فشوفي إيه أهم حاجة في حياتك، وخليها القيمة اللي لما تصحي من النوم إزاي هتحققي القيمة دي في حياتك. وعرفي اللي حواليكي الموضوع ده، لان الناس مثلا لما تعرف ان انا بحب يكون لي بصمة، يكون لي تأثير، هيرجعوا لي ويقولوا لي حنان في الموضوع ده احنا شايفين ان ممكن يكون ليكي بصمة هنا. وده يرجعني للنقطة الأولانية اللي هي مواهبي ونقاط القوة بتاعتي واللي اقدر اعمله. ياما بتتعرض عليا مشروعات وحاجات، لما بلاقي ان انا داخله في مشروع او في موضوع مش هيكون لي قيمه حقيقيه مضافه، وان انا مواهبي او قدراتي او الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها فيا مش هتفيد هنا، لا خلاص، لا مش هينفع. we are not the perfect match، يعني احنا مش الماتش الكويس ان احنا نشتغل مع بعض. فتاني نقطة، حددي قيمك، حددي مبادئك، واعرفي ايه هي وركزي عليها في شغلك، في بيتك، في محيط اسرتك، في محيط اصحابك. وده بقى يدخلني في النقطة الثالثة. وسبحان الله هتلاقوني كده برتب النقاط، ان ده بيودي لده وده بيودي لده. انا ما بحبش اقول كلام يعني عايم وبس، يعني بحب اقول حاجات فعلا ممكن نستفيد بيها ونحطها في حيز التطبيق. النقطة الثالثة هي ان احنا دايما ندور على ارضية مشتركة بيننا وبين الاخرين. كان في شاب لطيف خالص كان بيجهز نفسه عشان انترفيو، ف نصحته وقلت له، قلت له شوف الاشخاص اللي هيعملوا لك انترفيو. قال لي هو شخص واحد. قلت له ادخل دور عليه، شوف اللينكد ان بتاعته، شوف الفيسبوك بتاعه، وشوف اذا كان بيكتب مثلا مقالات او حاجه زي كده. قال لي هستفيد ايه؟ قلت له تستفيد انك تعمل بينك وبينه ارضيه مشتركه. في الانترفيو بعد ما خلصه جه بيقول لي لا تتخيلي التمرين اللي انا عملته ده، وان انا دورت على الشخص اللي هيعمل لي انترفيو، نفعني قد ايه. انا بلعب كذا نوع من انواع الرياضات من ضمنها الجري، ولقيت الانترفيور ده اللي هيتعامل معايا هو كمان بيحب الجري. فمن ضمن الحاجات اللي فتحها معاه، فتح ان هو بيحب الجري، وانه كان بيجري الميل في كام دقيقة، وبعد كده قلل كذا وقلل كذا، وايه نظام التدريب بتاعه، مع ان يعني بيتكلموا في حاجة تكنيكال وحاجة فنية. وده مش الحاجة الوحيدة اللي هو اتكلم فيها. قال لي لقيت كمان انه مهتم مثلا بالذكاء الصناعي والداتا بيزز والكلام ده، فخليت كلامي فيه الحاجات دي. ف
نرجع بقى لنفسنا احنا، لما يعني زوجين بيتخانقوا تلاقي ايه من الحاجات اللي متكررة؟ يقولك ايه، مفيش بينا حاجة مشتركة. تلاقي مثلا المدير قريب قوي من موظف او من موظفة في الشغل. ليه؟ لان في بينهم حاجات مشتركة. كان في مرة شخص بيحكي لي وبيقول لي ان كان متقدم لوظيفة وكان فيها اتنين، هو وشخص اخر، والمدير اختار الشخص الاخر وهو بيكلمه بيقول له غير ان هو يعني انتوا الاتنين مناسبين للوظيفة وكل حاجة، ولكن كان في بيني وبين هذا الشخص حاجات مشتركة كتير. انا في اخر اليوم عايزة افكر واقول هل الشخص ده اقدر اتكلم معاه، هل هيفهم اللي انا بقوله له، هل هيدرك الاهداف بتاعتي. فدايما دايما دوري على حاجة مشتركة بينك وبين اللي حواليكي. لو انتي في الشغل شوفي المدير بتاعك هدفه الأسمى ايه. كل مدير في موقعه بيبقى عايز يرضي اللي فوقيه، زي ما انت عايزة ترضي اللي فوقيكي هو كمان عايز يرضي اللي فوقيه، زي ما انت عايزة تحققي نتائج هو كمان عايز يحقق نتائج. شوفي فكري، انا اقدر اعمل ايه النهاردة عشان اخلي صورته كويسة؟ انا اقدر اعمل ايه كويس عشان يقدر هو يحقق النتائج اللي عايز يعملها، فبقى انا عضو مهم في فريق العمل ما يقدرش يستغنى عني ويديني مسؤوليات اكبر، ولما يجي دوري في الترقية ما يتجاوزنيش. لو مع جوزك وعايزة تأثري عليه شوفي هو بيهتم بايه واهتمي بيه. مش لازم تحبي الكورة 100%، ولكن على الاقل اعرفي الاجوان مثلا، اعرفي اسامي اللعيبة، اذا كان بيستهوي مجال معين حاجة معينة اعرفي هو ايه اللي بيحبه ايه اللي بيستهويه. اقري عن شغله، انت مش هتبقي مهندسة زي جوزك المهندس، مش هتبقي محامية زي جوزك المحامي، مش هتبقي مدرسة احياء اذا كان جوزك مدرس احياء، ولكن اعرفي المجال اللي هو فيه وافتحي حوارات معاه. حتى لما تعرفي المجال اللي هو فيه تعرفي تسأليه، لان السؤال بداية الحوار، ويبقى فيه بينكم اهداف مشتركة. نفس الحكاية مع جارتك، نفس الحكاية مع اولادك، دايما اخلقي ارضية مشتركة. لو انا والشخص الاخر واقفين على نفس الارض هقدر اثر عليه. انا زي مثلا انا في السطوح العمارة بتاعي والشخص التاني في سطوح العمارة بتاعه، تأثيري عليه لو احنا في نفس الحيز مع بعض مختلف تماما لو احنا في بينا الفجوة الكبيرة دي. فدايما ابحثي عن المشترك بينك وبين الاخرين واستخدميه وابني عليه على الارضية المشتركة دي. نيجي على النقطة الرابعة، وبرضو بتاخد من اللي قبلها، وهي ان انت تبني سمعتك المهنية. بيسموها في عالم الماركتينج التسويق اللي هو البراندينج. البراندينج معناه العلامة التجارية. احنا كل واحد فينا كأنه علامة تجارية ماشية على رجلين. انا دلوقتي لما اقول حنان عواد، اللي يعرفني سواء عن طريق الكتابات اللي انا كتبتها او عن طريق الفيديوهات او اتعامل معايا في الحياة فعليا يقول عني ايه، اللي بيقولوا عننا الاخرين بس بدون تجني بدون ظلم، اللي بيقولوا علينا الاخرين هي دي سمعتنا، وسمعتنا هي ما يسمعه الاخرين عنا. وانا لو سبت الموضوع ده في ايدين الاخرين يعني كنت سايبة نفسي في رحمة تحت رحمة الاخرين، لكن انا بقى لما ادير انا سمعتي المهنية، لما اقول انا عايزة اعرف في المكان ده بان انا 1 2 3 4. انا مثلا كان من ضمن الحاجات انا عايزة اعرف في المكان ده ان انا حلالة المشاكل اللي عنده، مش حلالة المشاكل ان انا بتدخل بين الموظفين، لا لا لا، انا بتكلم مهنيا.
ان لما يبقى في حاجة تخص اجراءات عمليات اتجاه الشركة الاستراتيجي انا يجولي انا، فببتدي اقرأ واعلم نفسي واخد شهادات عشان اوجه نفسي في هذا الاتجاه. عايزة اعرف مثلا ما بين اهلي واصحابي على ان انا الست الجميلة البشوشة الضاحكة اللي مش شكاية اللي مش كذا اللي مش كذا، فابتدي اعمل الاعمال والافعال اللي تحقق السمعة اللي انا اطمح ليها. يعني في ناس مثلا من ضمن طموحاتها ان هي تبقى الفيكتم، تبقى يا عيني الست المظلومة. كان في سيدة كنت كل ما اروح اسلم عليها، انا بحبها خالص، كنت كل ما اروح اسلم عليها تبتدي النواح والشكوى من الصحة، من قلة النصيب، من ان حظها قليل في الدنيا، من كذا من كذا من كذا، مع ان انا كنت شايفة انه لا، يعني انتي ماديا مستريحة، صحتك، عندك المشاكل اللي هي بتاعت الشيخوخة اللي بتيجي لكل الناس مع كبر السن، لكن ما عندكيش المشاكل اللي مخلياكي مقعدة مثلا، انت بتروحي وبتخرجي وبتروحي تشوفي حالك وبتعملي يمين وشمال، عندك أسرة بتسأل عليكي، عندك كذا عندك كذا، ومع ذلك كانت دايما دايما من أفعالها وأقوالها كان معروف عنها إنها الست الشكاية اللي فاكرة إن الدنيا ظلماها. ولما كانت بتيجي سيرتها في عدم وجودها كانت دايما الناس بتفتكرها بده. فعودي كده بينك وبين نفسك وحددي انا عايزة سمعتي المهنية تبقى ايه، انا عايزة سمعتي في العمارة دي تبقى ايه، انا عايزة سمعتي في المكان ده تبقى ايه، انا عايزة الصورة بتاعتي. السمعة يعني ايه؟ صورتي اللي ولو سيبنا الاخرين يرسموا الصورة بتاعتنا احنا كده تحت رحمتهم، احنا اللي نرسم صورتنا. وملناش دعوة بالاخرين، انت لما افعالك تفضل كل يوم كل يوم بتحافظي على نفس الامر اللي انت عايزة توصلي له، هتبني سمعتك المهنية، هتبني سمعتك في اسرتك، هتبني سمعتك ما بين اصحابك. النقطة الخامسة هو ان انت تكوني كنز معلومات. احنا ممكن يكون لينا قوة تأثير باكتر من شكل، بيسموها الاثوريتي، ازاي يبقى ليكي سلطة. احيانا المنصب اللي بنكون فيه هو اللي بيدينا السلطة. والله انا من سلطتي كمدير اعمل 1 2 3 4، او احيانا التملك، والله ده بيتي وانا حر فيه، فقوة تأثيري جاية من تملكي للمكان ده، دي شركتي اعمل فيها اللي انا عايزه. احيانا قوة التأثير بتبقى جاية من الخداع، والخداع هنا هو الاقناع، ازاي بقدر اقنع الاخرين بوجهة نظري. الناس اللي هي يعني ما عندهاش نزاهة وما عندهاش اخلاق يتعاملوا بالخداع. في بقى حاجة تانية احيانا بننساها او ما بنبقاش عارفينها، ان انا يكون لي تأثير عشان انا اكسبرت في المجال ده، عشان انا خبير في المجال ده. زمان كنا بنخبز الكحك والبسكويت، وبعدين يعني كنا عدد من القرايب وقاعدين عمالين بنخبز مع بعض، فبنعمل البسكوت، بسكوت النشادر، وماما وقريبتنا عملوا العجينة أول مرة وحطوا أول صاج أو صينية، كانت السيجان اللي هي المربعة دي، في الفرن بتاع البوتاجاز، والبسكوت فرش ولزق في بعضه وضاعت معلمه خالص، ويعني واستنوا عليه لما برد يجوا يطلعوه يفرول، وطبعا يعني ده دقيق
وسمنه وسكر وتعب وميزانيه هما الاثنين قاعدين عمالين يعيطوا يا دي النيل هنعمل ايه، البسكوت باظ ومش عارفين يحلوا ايه. فواحده منهم افتكرت تعالوا النادي لطنط فلانه، وفعلا جابوا طنط فلانه دي جاره من جارتنا رحمه الله عليها. والست قالت وروني السكر اللي استخدمتوه، وروني دي اللي استخدمتوه، وروني الكوبايه اللي عايرتوا بيها السمنه. فهمت وعرفت ايه المشكله، ادوني شويه دقيق، هاتولي شويه ميه. ماما بتقول لها، انا فاكره كويس قوي، ماما بتقول لها الوصفه ما فيهاش ميه، قالت لها اسكتي انت عايزه البسكوت يتظبط حاله ولا الوصفه بتاعتك؟ قالت لها لا عايزه البسكوت يتظبط حاله، قالت لها هاتيلي شويه ميه وحطي لي شويه صغيرين. وفضلت تحط الدقيق والميه وتظبط فيه، ها يلا اعملوا اول تاني بقى تجربه، دخلوا الصاج في الفرن طلع واو عسل، مش ممكن بسكوت رائع. السيده دي كانت بتحب المخبوزات وبتخبز على طول، فبقت كنز من المعلومات والخبره في حته معينه. هل مثلا كانوا بيستشيروها في كل حاجة كل حاجة كل حاجة؟ لا، ما هو مش كل حاجة، بس في حاجات معينة كانت معروف عنها ان هي كنز معلومات في الحاجة دي، وده يساعدك على ان انت تبني سمعتك المهنية باستخدام مواهبك وقدراتك. فلما تحددي لنفسك الجزئية اللي عايزة تعرفي بيها تقري اكتر فيها. انا مثلا كنت من هواة التخطيط الاستراتيجي، ويعني خدت فيه يعني خبرة وقريت ومش بس كده واشتغلت كمان. فبقى اي حاجة فيها دراسة جدوى، اي حاجة فيها بيزنس بلان، خطة عمل، خاصة ما لازم بقى احط بقى التاتش بتاعتي اللي فيها عنصر صناعي، عشان انا خريجة ميكانيكا. ما هو ممكن يجي اي حد خريج ماركتينج مثلا تسويق ويقول انا افهم في كل حاجة، لا انا متخصصة في كذا كذا كذا. ولما دخلت كمان في الهيلث كير والمستشفيات ودراسات الجدوى في المستشفيات والحاجات دي، خدت خبرة اكتر فيها، فبقيت يعني اقرأ اكتر في مجال معين، بقرا في حاجات كتير وبعرف في حاجات كتير، ولكن الحاجات دي اللي بركز عليها عشان تبقى دي سمعتي. النقطة السادسة بقى هي ان لازم تدوري على شخص يكون مرشد ليكي وراعي. انا هنا بستخدمش كلمة مرشد اللي هي ليها دلالات سياسية او حاجة زي كده، لا، بس هي فعلا ملهاش يعني ملهاش معنى غير كده، اللي هو الكوتش او المنتور، الشخص اللي بيعلمنا. الاقي فين بقى الشخص اللي اتعلم منه؟ مرة سيدة من السيدات بعتت لي وبتقولي مديري مش راضي يعلمني، كل شوية ادخل واقول له علمني علمني علمني. رحت قلت لها انت ليه تروحي له وتقولي له علمني؟ ما هو لو مديرك شخصيته ضعيفة ووضعه متقلقل في المكان، هيخاف منك ويقول ايه ده عايزة تاخد بقى الافكار بتاعتي وعايزة تاخد اللي انا اعرفه والخبرة بتاعتي، وبالتالي يعني ممكن هي كمان تيجي بقى مكاني بعد شوية. قالت لي امال اعمل ايه؟ قلت لها لحظي لحظي، اسمعي منه، اديله فرصة يتكلم. الناس بتحب تتكلم عن نفسها وبتحب تتكلم عن اللي بتعرفه، احيانا بيبقى فيه شوية مبالغات كده بس مش مهم، ننفضها نحطها على جنب، بس نتعلم بان احنا نسمع كويس ننصت كويس. ما روحش لحد واقوله والنبي علمني والنبي علمني، لا، شوف هو بيعمل ايه وادور على مصادر اخرى من المعلومات. ومن ضمن المصادر الاخرى ممكن يكون ناس في حتت تانية. انا كان مثلا من اكتر السيدات اللي استفدت منهم
كانت مهندسة قريبتنا، وكانت مهندسة مدني وأنا مهندسة ميكانيكا، وهي في مكان تاني خالص وبتشتغل في حاجة تانية خالص، وأنا في سكة تانية خالص، ولكن هي كانت المرشدة بتاعتي، هي اللي كنت بروح أتكلم معاها وأقول لها حصل 1 2 3 4 بدون التفاصيل الفنية، مش مهم، ولكن تفاصيل التعامل، تفاصيل الإجراءات، إنها تشوف الموقف يمكن بوجهة نظر مختلفة أنا مش شايفاها. فدايما دايما دوري لك على شخص يرعاك، شخص يفيدك، ومش لازم يكون شخص واحد، ممكن يكونوا عدة أشخاص. اتعلمي من كل الناس اللي ممكن تتعلمي منهم، بس ما تروحيش ليهم وتقولوا النبي علمني والنبي علمني، لأ، اسألي الأسئلة الصح، لاحظي بيعملوا ايه، لو هو متقبل ان هو يكون المرشد بتاعك او المرشدة بتاعتك، روحي واسألي، ما تروحيش عشان تفضفضي. حافظي على المصدر دو حاجة كويسة جدا جدا. كان في سيدة من السيدات، واعتقد ان هي اعتبرتني من المرشدين الراعين ليها، لكن لاحظت ان هي دي ما بتدينيش فرصة ان انا اكلمها، ما بتدينيش فرصة تسمع مني، عايزة تقعد تحكي 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 وبس. فقلت انا هعمل اختبار. في مرة كلمتني وقعدت سمعت المكالمة كلها من طرف واحد، وهي بتتكلم 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 بتتكلم، وفي الاخر قالت لي ها ايه رأيك. فابتديت اقول واتكلم، جت في النص وراحت برضو قطعاني وما خلتنيش اكمل الفكرة اللي انا كنت بقولها، عشان تكلمني اكتر واكتر وتحكي لي اكتر واكتر وتشكي لي اكتر واكتر. فمن بعد ده قررت ان انا مش هتكلم في التليفون مع حد اللي عايز اي حاجة، وده اللي انا قلته لها. قلت لها بيبعتي لي مسج، ده في كلام كتير. قلت لها معلش مش مشكلة، رسالة طويلة 10 رسائل مش مشكلة، وانا هبقى ارد عليكي. وفعلا بعتت اول مرة، بس برضو كانت بتصر ان هي تتكلم. لما رديت عليها يعني باللي ما استشفيته من كلامها، برضو عايزة تتكلم. انت مش عايزة رأيي بقى، انت عايزة تفضفضي، يبقى انا ما ينفعش اكون المرشد بتاعك. الفضفضة دي ممكن تكون لواحدة صاحبتك، لواحدة قريبة عندها استعداد تسمع وبس، ولكن المرشد والراعي هو انسان بتقوليله حاجة او بتسأليه على حاجة وتاخدي منه وتتعلمي منه ومن خبراته. فرقم 6، ابحثي عن مرشد راعي او عدة من الناس اللي تتعلمي منهم وينصحوكي ويعلموكي ويدفعوكي للامام اكتر واكتر. اخر نقطة بقى هي انك تجربي امور جديدة. لو فضلتي واقفة في مكانك، زي ما قلتها لكم قبل كده، الدنيا كلها بتتقدم وانتي بتتأخري. طب ازاي يكون ليكي تأثير وانتي يعني معلش توري في اللفظ بس هو كده فعلا متخلفة؟ ازاي هتكلميني مثلا على ازاي احسن من شغلي، او تقولي اقتراح في الشغل وانتي ازاي نحسن او كذا وكذا وكذا، وانتي مثلا بقى اخر مرة اتدربتي فيها كان من 10 سنين، او اخر مرة قريتي اي حاجة تمت بصلة للشغل بتاعك كان من خمس ست سنين. لا، اقري دايما عن الجديد، اعرفي الجديد وجربي حاجات جديدة. بس لما تيجي تجربي برضو لازم تعمليها بذكاء، انك ما تجربيش حاجة فيها مخاطرة كبيرة. عارفين بالظبط زي اللي معاه شوية فلوس، لو حطيت الفلوس دي كلها في حاجة واحدة، زي اللي بيراهن في السبق على حصان، لو راهنت بكل فلوسي على الحصان دو، يبقى لازم يكون عندي استعداد لتحمل الخسارة، يا هكسب 100% يا هخسر 100%.
فلما ابتدي اجرب امور صغيره واجرب حاجات صغيره واتطوع في العمل ان انا اعمل حاجات صغيره بمشي ايدي، فابتدي اعرف اكتر، وده يخليني من الناس اللي هي الناس بتروح لها عشان تفهم، عشان تعرف، عشان يعرفوا هم رأيهم ايه. السبع استراتيجيات دول اعتقد انك لو مشيتي عليهم واحدة واحدة، ومسيكي كده ورقة وقلم، ولما اقول على حاجة وقفي، مش لازم تقعدوا تسمعوا الفيديو كله ورا بعض، لا، وقفي النقطة دي وقعدي اكتبي ده هي بتقول كذا وكذا وكذا، اكتبي اكتبي، اعتبروني انا برضو مرشد راعي ليكم، اكتبي فين نقاط القوة بتاعتي، ده كذا وكذا وكذا وكذا، دي بتتكلم على السمعة المهنية، انا عايزة اتعرف بايه، ايوة انا عايزة اتعرف بكذا وكذا وكذا، ايه اللي اقدر اعمله في شغلي عشان يتعرف عني الحاجات دي، وهكذا. طبقوا الكلام اللي انا بقوله، ما تكسلوش، لان لو كسلتوا هتفضلوا محلك سر، انا مش مسؤولة عن نتائجكم. هاتوا ورقة وقلم واكتبوا وخططوا وامسكوا كل نقطة، ودوا نفسكم اسبوع في كل نقطة. انا مديه لنفسي من النهاردة الاسبوع جاي هستكشف ايه قدراتي، هلاحظ ايه الحاجات اللي انا بعملها، ايه الحاجات اللي انا بحبها، لو في شخص معين عايز ازود تأثيري عليه، ايه الارضية المشتركة بيني وبينه، الشخص ده ايه المدخل بتاعه، اكلمه في ايه، ايه الحاجة، ايه الاهداف المشتركة بيني وبينه، ايه القيم الاساسية بتاعتي، ايه المبادئ اللي لازم احافظ عليها كل يوم، ايه المعلومات الجديدة اللي ممكن اتعلمها، ايه الحاجات الجديدة اللي ممكن اجربها. ارجو ان فيديو النهاردة يعني يكون مفيد، واداكم بعض النقاط. الحاجات دي على فكرة تنفع للحياة العامة، للحياة الاسرية، ما بين الاصدقاء، في العمل، يعني حاجات ممكن نطبقها في اي مجال. اشوفكم بكرة ان شاء الله.